ساعة حوالي 2:30 السيد جميل سعيد محامي الشهير اللي معروف في كافة الأوساط الجماهيرية والمحاكم الحقيقة، ورجل خاض جولات كثيرة في المحاكم فبنى اسمه على هذا الأساس. السيد جميل سعيد هو والد المحامي طارق جميل سعيد. كلمني قال لي: استاذ مصطفى انا اخترتك انت، دي ثقتي فيك وانا عايز اتكلم عبرك. قلت له: خير يا استاذ جميل، انا اعرفه الحقيقه رجل فاضل يعني. قال لي: انا عايز اعمل رساله هبعتها لك فويس ميل تذيعها النهارده في قناه صدى البلد في برنامجك. انا برفض فيها الكلام الذي نسبة لنجلي طارق جميل اسماعيل، واللي فسر تفسيرات عديدة ومتعددة والتقطته قنوات الإخوان والجزيرة وتنطنت به ظنا منها انها يعني التقطت صيد ثمين ونضال سيخوض في امور كثيرة، وكأنها تريد أن تخلق محمد علي جديد. لا، فرق كبير، فرق كبير. وطارق إذا كان اتكلم كلمتين هنا ويمكن يعني صدمونا الحقيقة، أنا يعني شخصيا ما كنتش أتوقع منه ده، يعني أنا أعرفه منذ زمن طويل، لكن في اليوم الثاني أكد تأييده للرئيس السيسي وإنه لا يقصد هذا الأمر بأي حال من الأحوال. قلت له: يا فندم أنا تحت أمرك، ابعت لي الفويس ميل وأنا هديك الحق أن تبلغ الرأي العام عن وجهة نظرك. أنا ما اتصلتش بسيادته، هو اللي اتصل بي وقال أنا بثق فيك وبرنامجك، فأنا عايز أدي رسالة لمصر اللي احنا جزء منها، البلد اللي احنا بنقدر قيادتها السياسية، البلد اللي بتعيش في أمن واستقرار. ونحن لا نقصد الإساءة لأي من أعضاء مجلس النواب ولا أي مسؤول، وبنعتذر إذا كان الكلام ده فهم خطأ. نسمع الرسالة ونتكلم بعد كده. الأستاذ الكبير مصطفى بيه بكري، من خلال برنامجك الموقر رأيت أنه من واجبي أن أبدي تعليقا عما صدر من نجل الأستاذ طارق جميل المحامي من خلال الفيديو الذي حاول أبواق الجماعة المارقة إعادة إذاعته ونشره في غير ما قصد إليه نجلي المذكور، لأننا كأسرة نبدي أسفانا لكل من تخيل أن نجلي قد قصد من هذا الفيديو الإساءة إلى الدولة أو رجالاتها أو رمزها الكبير الذي ندين له بالولاء وموضعه دوما في القلب منا. وأسرتنا التي دوما ما كانت سندا للدولة باعتباره واجبها وحق قبل أن يكون حقها، فمنها شقيقي رحمة الله عليه مساعد وزير الداخلية حكم دار القاهرة، وولدي عميد الشرطة القابع في سيناء دفاعا عنها وصونا لها، ونجلي الأصغر وهو طيار في مصر للطيران يزهو بأنه يرتفع برمز مصر وشارتها عالية في السماء، وجد طارق نجلي لأبيه وجده لأمه وهم من رجالات الشرطة، وأنا من زاد عن كل ضباط الشرطة التي حاولت إبان سيطرتها غير المشروعة على زمام البلاد الإساءة إليه أو رموزها أو الرموز الذين ساقوهم إلى السجن بغير حق أو سند. أنا من دافع عن هؤلاء، وأنا وطارق نجلي ما لا يتصور معه أن يكون داعية لغير الدفاع عن مصر وعن رمزها العظيم سيادة الرئيس، ولا يمكن أن يتصور أحد، وأعتقد أنه لا يتصور أحد، وذلك ما وصلني من اتصالات أن من بين أفراد أسرتنا من يفكر أو يحاول أن يمس هذا البلد العظيم أو رموزه أو قائده الذي أعطى ويعطي لبلده وشعبه عطاء لا حدود لها،
ولا مثيل لها. ولا يفوتني وأنا أختم حديثي إليك أن نجلي عندما فوجئ بشيء بتلك الجماعة المارقة تستخدم الفيديو في غير موضعه، سارع على الفور بإذاعة فيديو آخر من خلاله يؤكد أنه مصري وطني شريف يدين بالولاء لبلده وقائده، وأن ما صدر عنه إنما هو من وجهة نظري التي لا نقبلها ولا نقرها، من قبيل النقد البناء. وفي الختام، كل الإجلال والتوقير والاحترام لكل رجالات مصر وقائدها العظيم، وعلى الله قصد السبيل. وما قصدت من هذا البيان الذي أرسله إليك سوى أن أبرئ الذمة وأبرئ النية أننا وراء قائدنا حتى النهاية، بل ونزود عنه بأرواحنا إذا طلب منا ذلك، وعن رجالات مصر ونوابها العظماء. وأخيرا، فإنه إذا كان قد فهم من حديث نجلي طارق أنه يقصد إهانة أي أحد كان وهو لا يقصد، فأنا والأسرة نقدم الاعتذار عن هذا الفهم الخاطئ، ونؤكد احترامنا للقيادة السياسية المتمثلة في من نحبه ونقدره ونحترمه، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهذا الاعتذار موصول إلى السادة الأفاضل رئيس وأعضاء مجلس النواب الحالي والسادة المرشحين للمجلس القادم، وفقهم الله جميعا وشكرا. دي الرسالة